هكا من البوسان، اربعه البوسان سته كنديروا قتله نشدك نبقى نبوس فيك بحال جاي من الحج. ما تبوسنيش، سلم عليا بلا ما تبوس. السلام عليكم خوتي خواتاتي، انا نوسان ومرحبا بكم مره اخرى مع يوسف بولبا كما العاده من مدينه روان الفرنسيه. اليوم جيت نتكلم على قضيه السلام. قضيه السلام الانسان زعما بلا ما نبقى نكثروا في الهضره، الانسان بحال مثلا من غير كورونا كنت شي مريض ما تبقاش تسلم على عباد الله في الخدمه. هاجي الا مشيتي تسلمتي على عباد الله في الخدمه راه غادي تعادي كلشي، غادي تعادي لي كوليك ديالك، غادي تعادي الباترون ديالك، غادي تعادي الناس، واحد تعادي الاخر. دونك الانسان ايفيتي، كنت شي مريض كاع بقى في دارك ما تمشيش للخدمه، دير ان سيرتيفيكا مالادي ولا شي حاجه فهمتيني. الا ما قدرتيش حاول انك تمشي للخدمه، قديتي كاع عندك لا فورس باش انك تخدم غادي تمشي، ولكن ما تسلمش على عباد الله من غير كورونا. هاد القضيه ديال الانسان خصو يتعلمها، خصها تكون عنده دائما من غير كورونا. كنت مريض ماشي مشكل، تخاف الناس يتقلقوا، تخاف الناس يتقلقوا تمشي زعما شي واحد يمد لك وجهه ولا يمد لك يديه يسلم عليك زعما بحال تحرقوا. لا ماشي مشكل عادي بنادم. هادشي دابا هاد كورونا هادي راه علمتنا بزاف ديال الحوايج صراحه. مزيان الانسان يتعلم هادشي باش بان راه حيت الانسان الا مريض راه تينقل العدوى للاخر، يعني واحد وتيمرض الاخر. واكثر يعني اللي عندك الوليدات دابا انت بحال مثلا انا مريض مشيت للخدمه سلمت عليك انت تعاديتي، ملي غتمشي للدار غتعادي مرتك غادي تعادي ولادك وغادا بحال هكا وكلشي مريض في الدار ومالنا خويا على حالتنا. ها والقضيه ديال الغسل ديال الدين بالصابون راه القضيه هذه خصها تكون دائما، وحنا راه في التقاليد والاسلام ديالنا راه خصها تكون دائما. دخلتي الدار غسل يديك اخويا، قبل ما تاكل غسل يديك، قبل ما تبوس ولدك غسل يديك، غسل وجهك كنتي خدام. والسلام عليكم كي دايرين بخير لاباس، وانت جبتي الميكروبات وجبتي المصائب وعاديتي ولادك وعاديتي مرتك وعاديتي عائلتك بزعما صافي. هاد القضيه هادي الانسان خصو يتعلمها، تكون عنده اوتوماتيكمون بلا ما تبقى تقول لا حشومه لا محشومه. هاد كثرت حشومه راه خرجت على عباد الله بزاف، حشومه عندك حشومه، ربيتها في ولادنا ربيتها في كل شيء. الانسان ما بقاش يقول حشومه على اي حاجه، نقول حشومه في شي حاجه اللي كاينه فعلا. اما باش نقول حشومه في اي حاجه راه ميمكنش. ايماجيني صاحبي ولدك ولا بنتك تعدى عليه شي واحد ولا مشى شي با تبسل عليه ولا شي حاجه يخاف يقول لك، يقول لنا لي حشومه ما نقولهاش لبابا غادي يضربني. لا ما خصكمش تربيو في ولادكم هذه القضيه ديال الحشومه ولا في الناس. كانت غادي نقول شي حاجه خصك وجهك يكون قاصح باحترام ماشي عاوتاني يكون وجهك مقصر كاع حتى لهذيك الدرجه باحترام. وهذا الشيء اللي كاين اخوتي، نتمنى هاد كورونا وهاد المرض هذا ان شاء الله يدوز يمشي بلا رجعه فوالا. راكم عارفين شنو كاين، الحمد لله على كل حال الحمد لله. والله يشافي اي واحد مريض، وردوا البال نفسكم وبقاو في داركم. انا مشيت نتقدى دونك غادي ابخي غادي ندخل في حالاتي، راه كاينين الناس تمشيو يتقداو ويدخلوا في حالاتهم. الدنيا راه خاويه، واخا كاينين بعض الناس كما تشوفوا مرايا ولكن راه الدنيا خاويه ماشي ك راه هذا بيشي دانا راه بحال القريعه داير بحال درب السلطان. والله مدينه قديمه بوسبيه، تحيه ولاد بوسبيه، تحيه للناس مدينه قديمه وتحيه للناس ديال المغرب، وعاش الملك دائما وفيف لو ماروك. وتنشكر الناس ديال السلطات اللي خدموا تبارك الله، خدموا واحد الخدمه هائله، داروا خدمتهم غير الناس الله يهديهم ما تيحتارموش، تيبقاو يتغاوتوا بحال اللي تيتغاوت مع صاحبه. احترم صاحبي راه هذيك راه الامن، مهما انه غوت عليك وقال لك دخل دارك راه بغى لك مصلحتك تتنفخ عليه، تيقول لك دخل في حالاتك يا مات انت باطمان انت سوبرمان، اجمع راسك ولا جمعي راسك. ردوا لي هادوك راه خدامين خدمتهم، هادوك احترموا خدمتهم. شنو بغيتو بدا تصرف يقدر يصرف في عباد الله ولا حشومه زعما هما تي اسي وزعما يديروا معاكم لا بيداغوجي وانتم تبقاو. المهم الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق.
الله يعاونكم، تبارك الله عليكم، فيف لو ماروك، فيف لا فرانس. بسام يوسف بولبا من مدينة روان.